مشاهدينا نحييكم من جديد. ستظل الكوميديا سلاحا نستخدمه في مواجهه ازماتنا. الفنان الكوميدي الكبير استاذ اشرف عبد الباقي، تياترو مصر. مصر ايه الهدف منها؟ ازاي جات لك الفكره؟ وخاصه انه حكايه صناعه المواهب ابتعدنا عنها كثيرا، والبعض يقول هو انا فاضي، انا عاوز اهتم بما اقدمه، عايز اسيب تاريخ من الاعمال الفنيه، انا لسه ههتم بصناعه مواهب. ازاي جات لك الفكره؟ هي الفكره اساسها ايه اللي ادى الى ان الناس تنصرف عن المسرح؟ احنا بقالنا حوالي 10 سنين مفيش مسرح خاص. انا يوم ما بدات حتى في المدرسه، مسرح المدرسي وفرق الهواه، لغايه اما دخلت مجال الاحتراف في اول مسرحيه مع الاستاذ عبد المجيد مدبولي والاستاذ محمود عبد العزيز ومجموعه كبيره من الفنانين. دي كانت 87. في 87 تحديدا كان بيجي لنا بعد العرض يوميا الايرادات بتاعه بقيه المسارح اللي كانوا بيوصلوا لحوالي 20 مسرحيه قطاع خاص. تلاقي عادل امام بيعمل مسرحيه، محمد نجم بيعمل مسرحيه، سيد ايان بيعمل مسرحيه، سعيد صالح بيعمل مسرحيه، المسارح كلها شغاله، المسارح كلها مليانه. قعدنا في ده، انا عملت حوالي مثلا 14 مسرحيه 15 مسرحيه، اخرهم 2003 كان اسمها لما بابا ينام. كان معانا علاء ولي الدين الله يرحمه ويسرى وحسن حسني وهشام سليم. بنعرض بس مش العرض اليومي، مش زي بالو، مش زي خشب الورد، مش عرض يومي، ممكن يجي لنا يومين ثلاثه في الاسبوع ما نعرضش لان الجمهور مفيش جمهور قليل. فكان عندنا بعض المشاكل، حطيت ايدي على بعض هذه المشاكل، منها مشكلة العرض اللي بيبدأ الساعة 11 بالليل ويخلص الساعة 4 الفجر، منها ان العرض نفسه 4 ساعات، فانا قاعد على كرسي 4 ساعات مهما يكون العرض عظيم همل، منها سعر تذكرة المسرح اللي كان بيوصل ل 350 جنيه فلو أسرة فده رقم كبير قوي، منها ظهور الموبايل في 96 فبقى ياخد من كل أسرة على الأقل 500 جنيه لو أسرة 5 أشخاص مثلا وكل واحد ب 100 جنيه في الشهر، أدي 500 جنيه في السنة ب 6000 جنيه، 6000 جنيه دول متاخدين من الترفيه. آخر حاجة بتتدفع فيها فلوس في الترفيه هو المسرح. فبالتالي دي كانت مشكلة من المشاكل. منها ظهور المول. أنت بتخش المول بتروح تقعد في الفود كورت تاكل وبعدين تخش سينما، أولاد يخشوا فيلم، الأب والأم يخش فيلم، يخرجوا يتقابلوا عند المطعم اللي هياكلوا فيه بيروحوا. دي كلها حاجات مستحدثة خدت من المسرح. طب إزاي أرجع المسرح؟ وبعدين كمان لو في مسرحيه انا اتفرجت عليها النهارده عجبتني او ما عجبتنيش، انا شفتها مره، مش هينفع بعد سنه اروحها هي، بعديها بسنتين اروحها هي. طب انا لو كل شهر او كل اسبوعين اروح مسرحيه. هي دي كانت الفكره. شباب جداد عندهم طاقه نفس الطاقه اللي كانت عندي وانا في سنهم، يقدروا يطلعوا كل اسبوع مسرحيه. وصلت بالسنه دي سنه واحده وصلنا ل 41 مسرحيه. فده رقم انا كنت فرحان بيه قوي. وبعت الجينيس وورلد، موسوعه جينيس، ها ان انا عملت 41 مسرحيه. فردوا عليا قالوا لا، في واحد عمل 52. ما عندهمش رمضان اكيد. يعني ما اللي هو يلم نفسك شويه. أيوة، عندنا اللي عمل 52. طيب المواهب. احنا هو شايفين صور اشرف عبد الباقي مع فريق العمل. هنا عملية بقى الاختيار بتعمل ايه؟ عملية الاختيار وهل ستستمر ولا لا؟ لان في ناس بعتين لي رسائل كيف عايزين بيسألوك كيف يمكن انه عندهم مواهب، يعني كيف يمكن ان ينضموا الى هذه القافلة. يعني انا يوم ما بدأت ان انا اخترت 24 ولد وبنت، منهم من ناس كانوا في مركز الابداع مع خالد جلال، وخالد جلال عامل حاجه جميله ومميزه ان هو بيدرب الناس دول على مدى فترات طويله. رحت اتفرجت على العرض فخدت من هناك مثلا حوالي 4. رحت شفت عرض تاني اسمه شيزلونج، كان معروض على مسرح للحكومه، كله شباب جديد. اخترت بتاع مثلا 7 8. عروض جامعات، انا بحضر عروض كتير يعني، لكن لما لقيت ان في صعوبه ان احضر ومحتاجين عدد يخش لنا، عملت اختبارات في 3 ايام، اتقدم 1800. اخترت منهم 100. في ال 20 مسرحيه بتوع الموسم الثاني دول حوالي 42 واحد اشتغل منهم. 42 واحد. كل مسرحيه تلاقي 3 4 جداد، 2 3 وهكذا على مدى 20 مسرحيه وصلت للرقم ده يعني.
طيب هنا يعني من الواضح انت هتبقى مستمر في انه الناس بيبصوا هل ممكن انه ان يجدوا مكانا لهم، انت هتبقى مستمر في هذه التجربة يا ولا رب يا رب اوقفتها؟ يعني ما فيش خطة الى الان، بس اتمنى في حالة الاستمرارية ومحتاجين عدد تاني كمان من الناس اعمل اختبارات تاني والناس يقدموا. يعني ال 1800 اللي جم في 3 ايام قدموا وسحبوا استمارات، ده رقم كبير. انا اتخضيت جدا. انا كنت عامل باب التقديم 8 ايام، ثالث يوم قفلته بسرعه. اما لو كملت 8 ايام هيوصلوا 5000، طب انا هعمل ايه وانا اللي بختبرهم؟ انا وصلت ان انا في اليوم انت بتقعد بنفسك تعمل الاختبار، قاعد بتفرج على 100 واحد ولازم احترم اللي هو مقدم ده، وراجل جاي عامل مجهود، واللي جاي من دمنهور، واللي جاي مش عارف من المنيا، واللي جاي منين، فلازم احترمه اديله وقته. فبياخد وقت، انا بموت قاعد بتفرج على 100 واحد. اكيد مش كلهم بس اجمل ما فيها يعني. كنا نتخيل انه 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 مصر يعني اصبحت عقيمه في ما يمكن ان اسميه صناعه المواهب يعني، لكن اللي انت شفته ده معناها انه انا عندي مواهب يعني تحتاج الى غواص زي اللؤلؤ، تحتاج فقط الى غواص ماهر لاكتشافها. يعني عندنا مواهب، شايف انه بعض اللي شاركوا معاك يمكن ان يكونوا نجوما في المستقبل؟ والله في كل المجالات عندنا مواهب، في كل المجالات لو تفاءلنا خيرا هنشوف الجانب الكويس. الجانب الكويس ان عندنا مواهب في مجال التمثيل، عندنا مواهب في الهندسة، عندنا مواهب في كل المجالات. هي بس فكرة ان حد فيهم ما يبقاش يائس ويمشي ورا حلمه ويفضل وراه. يعني انا بحلم بفكرة، افضل ورا الفكرة هتلاقي ربنا بيساعدني، اني بعت لي الناس اللي يساعدوني. ده بجد زي قوة مغناطيسية تجذب الناس اللي يساعدوني في النجاح. ما كانش في دماغي ان انا هلاقيه وما لقيته، ما كانش في دماغي ان انا كملت. فهي دي الفكرة، انا عندي حاجة وهدف كويس، هدف كويس. شباب جديد عندهم طاقة ما بيناموش، اقول لهم بروفا بكرة الساعة 12 الظهر، يجي 12 الظهر قاعدين لغاية الساعة 3-4 الفجر، قاعدين 3-4 الفجر. لما نطلع مسرحية في 3 ايام، 3 ايام بنقول احنا بمصطلحنا بتستوي على الجمهور مساحة كبيرة للارتجال. طب مين اللي بيكتب ولا انت بتدي للارتجال مساحات كبيرة؟ اول ما بدأنا كنت انا اللي بكتب وانا اللي بخرج، وبعد شوية ابتديت استعين بناس بيكتبوا ونبتدي نعمل اعادة كتابة على اللي هم كاتبينه، ومساحة الارتجال كبيرة في كل الحالات. الى ان في نهاية الموسم اللي فات دخل معانا نادر صلاح الدين، وهو راجل ليه باع في كتاباته حتى في السينما وفي الفيديو والمسرح، فابتدى هو اللي يكتب ويخرج، فشال من عليا حمل كبير جدا. وفي نفس الوقت هو بيكتب الفكرة نفسها وبيسيب مساحة كبيرة للشباب ان هم يرتجلوا. بنوصل كمان في حالة الارتجال، مش اي ممثل يعرف يرتجل، ومش اي ممثل يعرف يرتجل من الموضوع نفسه، هو مش بيرتجل من بره الموضوع. يعني انت هتاخد دور حرامي فتلاقيه داخل عامل الحرامي ايه وجايب لزمات الحرامي واللبس والحاجات، فخلاص ده اللي احنا عايزينه يعني. طيب خلينا نشوف هذا المشهد، للاسف جابوا من مشهد وحيد وانت بتقلدني وبتقلد برنامج العاشره، نشوف المشهد. لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي، يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه، يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو؟ ايه ما مش ابراشان، وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين، احنا الملبوسين، انتوا الملبوسين، ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل، ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. يلا نتلبس، يلا نتلبس يا جماعه بسرعه، جاهزين؟ احنا دلوقتي في قريه فقير اسمها ميكونا، وريتها كنافه بالمكسرات، لا دي كنافه قرديح. احنا في ميك كنافه بنقابل الناس اللي في ميك كنافه اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا، لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي، وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين.
وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ واق؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا، دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جني، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ واق. ايه مان؟ الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جابلك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاي. يا ما هو جن. يا طيب، انا شايف انه يعني ده جزء كبير ارتجال تسبقه كتابة، وشايف انه الشباب موهوبين بجد جدا جدا ما شاء الله. كل حد فيهم عنده موهبة، عايز ثقة في نفسه وعايز ياخد فرصة، فالثقة خدها والفرصة خدها. النهاردة ما شاء الله كلهم موجودين في المسلسلات، يعني رمضان الجاي ده هتلاقي معظم الشباب دول كلهم، يعني الناس بعد ما شافوهم خدوهم في طبعا في أفلام وفي مسلسلات وبتاع، يعني ما شاء الله بقوا مطلوبين في كل حاجة دلوقتي. ينزلوا المول، يروحوا في أي حتة، الناس يتصوروا معاهم ويقابلوهم وبتاع، يعني في حالة أنا حتى يعني فوجئت بالحالة اللي عند الناس. أنا رايح أشوف تياترو مصر، فمن الواضح إنهم عملوا حالة جديدة الناس كان نفسها، لأنهم عندهم كمان التلقائية الشديدة، ومن الواضح التنوع انا شايف تنوع كبير. انت بتقول وصلوا لكام دلوقتي؟ 124. طيب خليني، وانت عرضت في الكويت مؤخرا، عرضنا الاسبوع اللي فات وايضا حظيت الحفلات بنجاح كبير، وكل واحد فيهم كان بيطلع. انا وضعي طبيعي من بعد 28 سنه شغل، فالناس عارفيني، لكن كل واحد فيهم يطلع على المسرح بيستقبلوه كبطل، يعني شايفين له 30 مسرحية على الأقل اللي فاتوا كلهم، وحافظينهم بالاسم وعارفين ده كان بيقول ايه وده بيقول إفهات ايه. حتى واحنا في الكويت كانوا ابتدوا يقولوا إفهات ليهم قديمة، فالناس حافظينها، فتلاقي الضحك مضاعف كمان. فهي حالة، هي حالة الحمد لله وصلنا لها يعني. طيب قلت لي انه بتستعد لي نجيب الريحاني، ده صعب جدا ده. مش صعب؟ هو صعب. يعني انا استعدت للوس ايه، بدايه شنب لسه بدري بقى يعني. يعني انت عامل الشنب ده استعدادا للشخصيه. ولسه بقى كشكل ولسه كاداء، وعندي كم مرحله، وكل مرحله بيتكلم ازاي، بيمشي ازاي، وخصوصا ان احنا ما عندناش معلومات كتير عنه، مش معلومات مصوره او معلومات متسجله. يعني ما عملت اسماعيل ياسين كان ليه حوارات في التلفزيون، كان ليه حوارات في الراديو، قدرت اخد منه. لكن نجيب الريحاني مفيش. نجيب الريحاني توفى 49 قبل ظهور التلفزيون حتى. يعني مش هتلاقي الشخصيات التي عايشته، يعني ربما لا تجدها الان. بحيث تقول له كان بيعمل ايه، بيشتغل ازاي يعني لو كان عنده مثلا 20 سنة وقت وفاة نجيب الريحاني، دلوقتي ده يبقى رقم كبير قوي. بس النص المكتوب موجود طبعا طبعا، يعني الاستاذ محمد الغيتي كاتب حاجه جميله قوي، استاذ سعيد حامد هو المخرج ان شاء الله. لسه اليومين دول الكاست مين وكل حد في دور مين، هيبقى ان شاء الله معانا مجموعه من الشباب بتوع تياترو مصر، كل واحد في دور اللي يليق عليه. يعني حتى لو مش معانا هم اوريدي موجودين في كذا عمل، احنا نستفيد منهم مش بنشغلهم يعني. أعمال السيرة الذاتية تحديدا شوية بيبقى مش بتخاف من حكاية التقليد؟ يعني هنا البعض أحيانا بيتخوف أنه يقع الفنان في فخ التقليد، يعني بتخاف من ده؟ بتضع ده في ذهنك؟ يعني البعض كان أحيانا حتى لما يحب يهاجم أحمد زكي من بعض الخصوم الحاقدين يعني، فيقول له ده انت مقلداتي يعني، وكان يشعر بالغضب من ذلك، لان احمد كان بيجيب روح الشخصيه، ما كانش بيقلدها. هنا كيف يمكن ان يتفادى اشرف عبد الباقي فخ التقليد التقليدي يعني؟ هو انا بدور على اهم حاجه الشخصيه دي مين؟
مين هو نجيب الريحاني ده يعني؟ وبعدين اكيد وهو عمره 20 سنة كان مختلف عن وهو عمره 40، مختلف عن المرحلة اللي احنا نعرفها في الستينات. هي دي المرحلة الوحيدة اللي احنا نعرفها بتاعت افلام، ست افلام بتوعه. اوكي، لما نعرفوش اي حاجة تانية. حتى بما فيها كان ليه مسرحية اسمها 30 يوم في السجن، ليه في فصل واحد متسجل في الاذاعة فقط. اغنية تانية مع بديعة مصابني، هو كان متجوز بديعة مصابني. يعني بعيدا عن الدخول في تفاصيل حياته، الا ان هي شخصية مغرية لاي ممثل. اكيد هتلاقي فيها تون صوت نجيب الريحاني، مش بقلده، لكن تون صوته في السن الكبير، وده وضع طبيعي يعني. مش لو بقلده هقلده لمدة 3 دقايق زي اي حد بيعمل تقليد لفنانين. كل واحد ما بيعديش 3 دقايق 5 دقايق. انما صعب يعمل طبعا عمل تلفزيوني كامل او مسلسل 30 حلقة يقلد. لا طبعا، لا طبعا. طيب خلينا اخدك بقى للسياسة، وخاصة انها لا تنفصل كمان عن الكوميديا ولا عن الفن، لانه عشنا اهدافا خلال السنوات القليلة الماضية. انا شايفك بتتبنى فكرة انه الربيع العربي لم يكن ربيعا وتعتبره مؤامرة، ليه؟ هو معنى ان اتبنى هذه وجهة النظر دي ان انا صرحت بيها في حاجة، لكن انا ما صرحش بيها في حاجة. هو ممكن يبقى اللي اتقرى ما بين السطور كده يعني، لكن مش تحديدا بالشكل ده. لا ما افهمه يعني. ما قلتش بالشكل ده بوضوح. تمام. يعني يمكن لو احنا النهاردة بنيجي نقيم الربيع العربي اكيد هيبقى رأينا مختلف عن ما بدأ الربيع العربي. الربيع العربي كان حلم، كان عند كل الناس ان هم هيشوفوا الربيع العربي، ليبيا هتزدهر مش عارف ازاي، سوريا هتبقى هتتخلص من الحكم الظالم فهتبقى عاملة ازاي، اليمن هتبقى ايه، العراق حتى لما دخلوا بدعوة انهم يحرروا العراق من الناس الظلمة اللي كانوا عاملين ازاي، بقت النهاردة ايه، ودي بقت النهاردة ايه، ودي بقت النهاردة ايه، واحنا كنا رايحين فين وبقينا فين. ساعتها لو قلنا ده ربيع، اما الخريف يبقى شكله ده الربيع ده يعني زهور وورد، مش ده معنى كلمه الربيع اللي احنا بنعمل جيوش وتفتيت دول وتقسيم دول بالظبط. وبعدين فكره نظريه المؤامره، اما كان دايما حد يجي يتكلم في الجزئيه دي كانه بيكلموا دايما في الاول، بما اني متابع فقط ما كنتش مشارك يعني، فكنت بشوف كل واحد بيتكلم على استحياء. اصل يعني ممكن تبقى مؤامرة، ما بلاش نظرية المؤامرة وانت هتفضل تقول لنا نظرية المؤامرة، بيهاجموه لدرجة الراجل كأنها ليست موجودة يعني. النهاردة لو بنتكلم خلاص احنا تحولنا من نظرية المؤامرة لحقيقة المؤامرة. تهيألي بقت حقيقية ولا لسه مش شايفينها؟ تهيألي احنا شايف المؤامرة واضحة المعالم. يا نهار ابيض، ده اللي ما يشوفش يبقى ايه بقى يعني اما اشوف كل العالم العربي باللي بيحصل فيه ده، اما اشوف الهجوم على مصر من على حدود ليبيا ومن على حدود غزة ومن على حدود السودان، المناطق الشائكة دي، ومن الداخل اللي بيفجر قنبلة هنا واللي بيفجر قنبلة هنا هو ده كله مش ليه علاقة ببعضه؟ كل ده عشان بعديها نشم ريحة الورد بتاعت الربيع، ولا عشان نعمل ايه؟ عهد الإخوان هل كان عهدا كوميديا، بمعنى انه لما تيجي حتى تعمل خيال كوميدي فتلاقي الواقع اكثر كوميديا فتتعب؟ لا، هو احنا عموما مش بس الإخوان، لكن احنا كشعب ما شاء الله ما فيش حاجة بتقف قدامه. والممثل الكوميدي في البلد دي ملوش اكل عيش. ليه؟ الشعب كوميدي اكتر. كوميدي الشعب نفسه كوميدي اكتر، بياخدوا من احلك المواقف، المواقف الصعبه جدا، ياخدوا منها يحولوها على طول لإفيه. يعني بعيدا عن حتى الموضوع اللي حضرتك اثرته قبل ما انا اجي لك على طول، اللي هو موضوع خدوا موضوع داعش وهزروا فيه، او زي ما قلت لك ان احنا عملنا بتاع داعش عملناها مسرحيه، او ان هم النشيد بتاع داعش عملوا عليه مزيكا ايه وبقى شغال دلوقتي في الحاجات الشعبي. يعني عملوا مزيكا بنت لذينه وقعدوا شغلوا اللي هو زي المهرجانات على الاغنيه اللي هي الجد اللي بتعمل مش عارف ازاي. ايه الشعب ده؟ ايه الناس دي؟ دي ناس اول حاجه ما يتخافش عليها، تاني حاجه شعب ملوش كتالوج. ملوش كتالوج طبعا. انت فاكره هيعمل كذا، انت بتقول لهم كذا عشان هم يقوموا ويعملوا كذا، فتلاقيهم بيعملوا لك حاجه تانيه خالص، بيفاجئوك طول الوقت، بيفاجئوك. كمان مش بتشوف الكوميديا على الانترنت، الفشات دي
ما هي ايضا هتلاقيها كوميديا سريعه جدا مع الحدث على طول، وبتنبهر بيها انت كفنان كوميدي حاسس اكثر بهذه الكوميديا السريعه اللي بتلتصق بالحدث مباشره. بندهش بسرعتها، يعني السرعه نفسها غريبه. انا ممكن على ما افكر ان في الحدث ده اروح اقول كذا حاجه كوميدي الاقي اتقال عليها 20 30 حاجه وانا اضعفهم. يعني هم سابقينك حتى جدا. حتى الشباب اللي معايا انا بتعلم منهم على فكره، يعني انا مش بس بعلمهم او بوجههم او بقول لهم اعملوا ايه، انا بتعلم منهم لغه جديده، شكل جديد، نوعيه جديده من الضحك. فاجي اقول لهم ده هيضحك، يعني مثلا الاقيهم جايبين حاجه عايزين يقولوها على المسرح انا عمري ما سمعتها، اقول لهم يعني ده الناس عارفاه، يقولوا لي اه ده موجود وعلى النت ومنتشر، طب نجرب نقوله، نجرب نقوله، نلاقي الناس كلها عارفين انا اللي مش عارف، فانا بتعلم منهم. طيب سؤالي الاخير، انا بشوفك دايما في المناسبات الوطنيه اكثر حماسا، ربما لك حتى رؤيه للرئيس السيسي ولهذه المرحله كفنان مصري، خاصه كمان انه انتفاضة الفنانين والمثقفين كانت جزءا وكانت مقدمة لثورة 30/6 في وزارة الثقافة وتضامن الفنانين مع المثقفين، بالاضافة لانتفاضة القضاء وانتفاضة الشعب المصري كله يعني. لكن سؤالي، انت محدد رؤية للرئيس السيسي وللمرحلة القادمة، كيف تتعامل معها؟ محدد رؤية بمعنى؟ بمعنى انه شايف انه مصر البعض اما ان يصاب، البعض عنده دايما اما انه يكون مشدود لليأس والاحباط، ولا ممكن تكون شايف لا انه مصر ستقف على قدميها وستتجه الى المستقبل بشكل افضل، يعني متفائل ولا محبط؟ متفائل جدا الحمد لله، وشايف ان في ناس بيقودوا مسيرة إحباط الشعب المصري، بيقودوا مسيرة إحباط الشعب المصري بالظبط كجزء من المخطط. مش كده؟ يعني إثارة الإحباط عند الناس بإثارة مواضيع ممكن تبقى بسيطة، لكن الموضوع البسيط اللي احنا بنتكلم عليه ده هتلاقيه بيعمل إحباط بشكل تراكمي يوميا. أنا بدي للناس جرعة إحباط جرعة إحباط جرعة إحباط، هيجيله بعد فترة هيبقى داخل في حالة اكتئاب، وهو ده الجزء اساسي من المخطط. ماشي، لكن انت تعمل احباط، تهد الاخلاق، تسير مواضيع مش حقيقيه، الحرب الالكترونيه من خلال تولي بعض الاشخاص لجان الكترونيه، لجان الكترونيه للتعبير عن الراي المضاد اللي بيصير احباط طول الوقت طول الوقت طول الوقت. نوصلنا لدرجه ان ممكن اقرا خبر اعرف ايه المقصود بيه، مش كده؟ اما انا ابقى في توقيت دلوقتي مثلا البلد نفسها فيها هجوم خارجي وفي حالة حرب، ولو اتجمعنا كلنا هنقدر نقف قدام العدو، لكن واحنا متجمعين واحد بيقول لك الحق حنفية اللي بايظة الحق، ما هنصلحها، ما هي بقى لها 50 سنة بايظة، انت جاي لي دلوقتي بتقول لي ده؟ انت ليه في التوقيت ده واحنا بنلم نفسنا وبنمسك ايدينا في ايدين بعض عشان ندافع عن بلدنا جاي بتلفت نظري لحاجة موجودة بالفعل؟ الحق مفيش حاجه اتغيرت، مفيش حاجه اتغيرت. ازاي الانبوبه ايه البيت؟ ما كله موجود بجد، محدش يقدر ينكره، محدش يقدر ما يشوفوش، ولا حد هيملك عصا سحريه بحيث انه يلغي لك كل ده في يوم وليله. طبعا. الفنان الكبير الاستاذ اشرف عبد الباقي، بتوجه لك بالشكر، الف شكر. شكرا، ان شاء الله تستمر في هذا المشروع. انا شايف حتى تفاعلات الناس كلها بتسال احنا كيف يمكن أن ننضم وكيف يمكن أن نشارك وكيف حتى يمكن أن يجدوا كيف يمكن أن يصلوا إليك، ده كويس جدا. ربنا يكرم يا رب، يعني من خلال صفحات التواصل الاجتماعي إذا كان على الفيسبوك أو تويتر، في أكتر من صفحة لتياترو مصر، وفي بالمناسبة أكتر من صفحة ليا أنا مش بتوعي كلهم. صفحات وهمية. صفحات كتير جدا، بس ده كده هدفها الإساءة إليك. لا الحمد لله أسفين. يعني إلى هذه اللحظة يعني ما فيش إساءة، ناس حابين وعاملين ده بشكل كويس يعني، لكن عموما من خلال الصفحات دي هيعرفوا وقت ما نقترح أن يبقى في تقديم لوجوه جديدة تانية أو ناس تانية تخش معنا، يعني إن شاء الله.
بتوجه لك بالشكر. والكوميديا صناعة مصرية وسنظل نواجه بها الأزمات. ويوم غدا إن شاء الله، أنا آسف، هنكون معاكم في حلقة جديدة إن شاء الله.